السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. إخواني أعزائي، الكثير من الأصدقاء كانوا متابعين فعلا عن طريق القناة أخبار روسيا وفنلندا، ومثل ما تعرفون فنلندا أقفلت حدودها الشرقية، الآن سوف ندخل على عام، يعني لحد الآن البرلمان هناك نسبة موافقة على فتح المعبر، وهناك نسبة كبيرة لا توافق، وهناك نسبة خائفة من فتح أو استمرار إغلاق هذا أو هذه المعابر. فهناك يعني تخبط كبير في البرلمان الفنلندي بخصوص هذا القرار المهم بالنسبة لفنلندا. إذن الآن اليوم خبرنا النرويج، مثل ما تعرفون هناك حدود مشتركة بين النرويج وفنلندا وأيضا روسيا، هناك بقعة قصيرة أو قصيرة يعني ليست بالكبيرة. النرويج خائفة من تدفق اللاجئين إليها. خلونا نشوف هذا الخبر. مثل ما تشوفون تريد النرويج منع تدفق اللاجئين من روسيا وتخطط لإقامة سياج على الحدود. يعني هذه الدول أنا أتعجب حقيقة، يعني مثل النرويج مساحة هائلة وعدد سكان قليل وخائفة، يعني الله يكون بعون إيطاليا واليونان وغيرها من الدول. اللي قبرص استقبلت أكثر من 25,000 لاجئ. تخطط الحكومة النرويجية لبناء سياج على الحدود الشرقية، وبحسب هيئة الإذاعة العامة النرويجية على غرار النموذج الفنلندي، ومن شأن السياج أن يحمي من طالبي اللجوء الذين ترسلهم روسيا، يعني لهذه الدرجة. وتخطط النرويج لبناء سياج على الحدود مع روسيا، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن، ومن شأن السياج أن يوفر الحماية إذا جاءت تدفقات كبيرة من اللاجئين إلى النرويج من روسيا. طبعا دائما يذكروا هذه الأحداث اللي صارت مرة وبعد ما صارت. حدث هذا في عام 2015 عندما سار 5,000 طالب لجوء من روسيا على الأقدام وركوب الدراجات من ستور سكوج، المعبر الحدودي البري الوحيد بين النرويج وروسيا، إلى النرويج. فعلا هناك من الأخوة السوريين هذا التدفق الكبير الذي حصل سنة 2015 بالدراجات، ولحد هذه الساعة موجودة الدراجات في هذا المعبر. ويقول عن طالبي اللجوء الذين جاءوا إلى فنلندا من روسيا الخريف الماضي، والذين وافقت السلطات تحكي فنلندا أرسلتهم روسيا، وتسببوا في قيام فنلندا ببناء سياج حدودي يبلغ إجمالي 200 كيلو متر. يعني طالبي اللجوء اللي قدموا من روسيا إلى فنلندا بسببهم سوف نبني هذا السياج، بأن السياج الحدودي على الحدود الشرقية بأكملها أو جزء من المعروف، يعني شو يقصدون الـ NRK. وصرحت وزيرة العدل النرويجية إيميليا قد يكون أحد السبل لتحسين الأمن. وفقا لميهيل تجد فنلندا أن السياج مفيد على الرغم من أن المناطق الحدودية بين فنلندا والنرويج مختلفة جغرافيا، وأن فنلندا لديها حدود شرقية أطول بكثير. يعني قالت ممكن هذا السياج ينفع النرويج، ولكن إحنا كبيئة أو كطبيعة نختلف عن فنلندا لأن المساحة والمسافة قصيرة وهناك غابات يعني قوية وثلوج. ويذكر ميهيل أن السياج الحدودي باهظ الثمن، ويتم الآن تقييم التكاليف والفوائد، وفوائد وفقا للوزير العدل النرويجي قد يكون من المعقول أكثر إنفاق الأموال على وسائل أخرى مثل الطائرات بدون طيار وزيادة عدد الأفراد على الحدود في محطة ستور سكوج الحدودية. إذن إخواني الأعزاء تصوروا مثل النرويج غنية تقول بأن السياج قد يكون مكلف، يعني أنا أتعجب على غناء هذه الدول راح يتعبها السياج، يعني الله يكون بعون العراق اللي دخل حروب 8 سنوات وبعدين الأمريكان وغيرها وغيرها واستطاع أن يعوض، يعني خسر بلايين الدولارات. وهؤلاء الناس يقول لك السياج مكلف للغاية، والآن يعتقد الشرطة أن السياج ضروري، وتعتبر مديرية شرطة فينيمارك أن السياج الحدودي معقول في بعض الأماكن على طول الحدود. وفقا لرئيس الشرطة فإن السياج يمكن أن يمنع الأشخاص من روسيا الذين يحاولون الوصول إلى النرويج دون إذن، وكذلك الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى روسيا من النرويج. عمي من يطلع من النرويج حتى يروح روسيا؟ مستحيل طبعا.
ويبلغ طول الحدود الشرقي للرج مع روسيا نحو 200 كيلومتر. تبدأ الحدود المحيطة المتجمد الشمالي عند مصب فور ييموكي وتمتد في الغالب على طول باتسيجوكي وتنتهي عند الحدود المملكة الثلاث النرويج وفنلندا وروسيا في متكافارة الذي ينتمي للجانب الفنلندي منها إلى بلدية إيناري. لا تحتوي الحدود الشرقية للنرويج على منطقة بعرض كيلومترين واحد مثل المنطقة الحدودية لفنلندا، حيث تحتاج إلى تصريح خاص للتنقل في النرويج، ويمكن لأي شخص بما في ذلك الأجانب السير بجوار الحدود مباشرة. يعني تقول هناك 200 كيلومتر فعلا ولكن صعبة، يعني هناك ثلوج وغابات. وتعتبر نقطة انطلاق الحدود البرية بين النرويج وروسيا في منطقة مصب نهر فروميكي الصغير الذي يصب في المحيط المتجمد الشمالي، وجهة سياحية شهيرة للمسافرين المستقلين، ويمكن رؤية أبراج المراقبة الروسية من المنطقة، وتخضع الحدود لحراسة مشددة من قبل السلطات النرويجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. لذلك اشتكى سائحان فنلنديان من القاع الحجارة على الجانب الروسي قبل بضع سنوات. إذن إخواني الأعزاء، مثل ما تشوفون هم خايفين على البعد، ويقول لك السياج مكلف إذا انمد على 200 كيلومتر. شي قصدون الله أعلم، ممكن مكلف في هذه الأجواء. إذن إخواني الأعزاء، هذا هو كان خبرنا. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.